السلام عليكم متابعي الكرام، جبت لكم في هذا لا فيديو تعليقات ديال الجماهير العالميه على اداء حكيم ديال البارحه. حيت هذا لا فيديو غادي نكونوا نيشان وغنقولوا اللي عندنا، وايضا غادي نناقشوا الاسباب ديال تواضع مستوى حكيم زياش وعلاش ولا ناقص بزاف في المباراه الاخيره، الاسباب ديالها وكيفاش وعلاش حسب الجماهير، وايضا نعطيكم رايي ديال الخاص. المهم الخوت نبداو بالتفاصيل. اول شخص قال زياش متواضع جدا مره اخرى، تنساليو التعليقات وغنديرو التحليل ديالنا. احب زياش جدا لكن عليه الذهاب الى الجيم، يعني خاصو لونطريمون ديال بصح من ناحيه الكونديسيون فيزيك. المباراه بحاجه الى لوكاكو وتيمو فيرنر في الهجوم، ومن خلفهما موسن مونش. زياش مختفي ونسيت انه يلعب حتى هذه اللحظه، لكن نورمالمون راه موسن مونش كان ناقص ماشي غير زياش، كانوا بجوجهم متواضعين. واحد اخر قال زياش جيد ولكن لديه مشكله في اللمسه الاخيره، زياش يحب التسديد والتمرير في اجساد الناس، يعني كثير على الناس مكتاش على فوطو. واخر تعليق اصبحت على وشك فقدان الامل في زياش الان، يعني الخوت كما شفتوا الجماهير كامله تقريبا الهضره ديال على زياش متواضعه، ما كاينش اللي كيعايروا ولكن كتحس بهم بحال معاطين معاه، وفي نفس الوقت ما باغينش نوصل هذا النيفو هذا. دابا نعطيكم راي ديال الخاص. زياش ثاني ماتش على التوالي كيعطي توخيل ثقه، كيلعبوا اساسي وكيخلي هافرتز وفيرنر في الاحتياط، ومع ذلك ما قدمش المستوى الكبير بحيث في البريباراسيون ديال لا سيزون كان مستوى اللي عالمي. قلنا زياج الايكس غادي يرجع، ملي بدا كيلعب تصاب للاسف، ومن بعد الاصابه رجع نقص عاوتاني كما كان طرايلي عليه فاش طوخيل. والمسابقات ديالو خاصك تكون كما كنقولوا حربي، الا تعطاتك الفرصه خاصك تغتنم في اسرع وقت ممكن، حيت عندك بزاف اللاعبين. كاين بوليسيت تقريبا رجع، كاين هافرتز، كاين فيرنر، كاين موسن مونت، كاين لوكاكو، كاين اودوي، راه بزاف ديال بصح. يعني خاص زياج يجمع راسو، ما عرفتش صراحه واش المشكل عنده على المستوى النفسي اولا بعد على تشيلسي مشى لميلان، حيت زياج خاصه شي فرقه خاصو يلعب باريحيه وما يخافش، بحيث خاصو ديما يلعب اساسي ويلعب براحته وياخذ الحريه في ارضيه الملعب كامل، ما يبقاش مبرص راسو او المدرب يخرجني دابا عندك يدخل هافرتز عندك. هادشي اللي فهمت انا والله اعلم. اش بان لكم الخوت؟ كنتمنى المغربي ديالنا الساحر الاياكس اللي كان مزعزع العالم وكان قصر ريال مدريد وقصر اليوفي وقصر فرق كبيره مع اياكس، كنتمنى يرجع زياش دابا بصح. وهذا ما كان معكم الاخ الكمروان، وتهلاو.